السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور وليد عثمان، دكتوراه في التربية الخاصة بالتوحد ودبلوم في الإرشاد وعلم النفس الإكلينيكي. أحد المشاكل اللي بتسأل فيها كتير من الأمهات، طبعا من أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، إنه الطفل عنده مشكلة في الحمام، مش عارفة تدربه على الحمام، ولما خلعت الحفاضة بتاعته مسك نفسه يوم أو يومين أو أكتر علشان مصر إن هو يعمل الحمام في الحفاضة. احنا نتصرف ازاي في المواقف دي، او ازاي ادربه صح باختصار شديد جدا، لانه طبعا ما اقدرش اغطي كل مشاكل الاطفال الترابطي في التوحد في الحمام في فيديو واحد. رقم واحد، ببساطة احنا لازم نفهم ان الافضل مع الترابطي في التوحد ان انا اعرضه الاول على طبيب مختص قبل ما ابتدي ادربه على الحمام. طيب ليه؟ علشان اتأكد ان جهاز الاخراج عنده جاهز وانه سليم وانه جاهز للخطوة دي. اما لو ابني اصلا بيتابع مع طبيب نفسية وعصبية وبالتالي بيحصل على أدوية، فالأفضل إن أنا أستشير الدكتور المعالج لابني إن أنا عايز أبتدي أدرب ابني على الحمام. طيب إيه السبب المحتمل للمشكلة اللي زي دي؟ الحقيقة إن هي جزء من خصائص أطفال اضطراب طيف التوحد، وهو الروتين. يعني إيه روتين؟ يعني ببساطة إن ابني عايز يكمل اللي هو اتعود عليه كطفل، فعايز يعمل الحمام في الحفاضة مش في المكان الصحيح اللي هو قاعدة الحمام، او انه خايف من التغيير، يعني اللي اعرفه احسن من اللي معرفوش كطفل. وكمان وارد يكون عنده بعض المشاكل اللي في المعالجه الحسيه، يعني عنده بعض الاختلالات الحسيه اللي ليها علاقه بالموضوع ده. طيب انا كأم ممكن اتصرف ازاي وممكن اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعمل تهيئه او تمهيد لابني بشكل تدريجي، يعني ان انا اخليه يشوف فيديوهات لتدريبات خاصه بالحمام، طبعا من اليوتيوب او اي فيديو تاني. كمان ممكن أقرأ له قصص، وبالذات لو كانت مصورة، يعني ليها علاقة بتدريبات الحمام علشان يبتدي يتقبل الفكرة بشكل تدريجي. طبعا ممكن نلعب مع بعض جوه الحمام كتير وهو قاعد على قاعدة الحمام. طيب طبعا أكيد مش داخل يعمل الحمام في المرحلة دي، يعني الحمام مقفول وإحنا داخلين نلعب بس. كمان ممكن إن إحنا نبتدي ببساطة خالص نخلع الحفاضة كل يوم لوقت معين، يعني مثلا ساعة ساعتين 3 ساعات بدون أي استعجال علشان ما يحصلش انتكاسة أو عند من الطفل. كمان نخلي ابننا يهتم بحاجة تانية، نبتدي نربطه بحاجة تانية غير الحفاضة، زي مثلا دبدوب يشيله هو في الحمام أو عروسة أو أي لعبة تانية بيفضلها وبيحبها. كمان لما يعمل حمام في الحفاضة أنا لازم آخد ابني، مش أتخلص من الحفاضة من وراه، لأ، أنظف الحفاضة بتاعته في المكان الصحيح اللي هو على قاعدة الحمام نفسها، علشان ببساطة يبتدي يربط ما بين العلاقة بين الإخراج وبين القعدة أو المكان المناسب للحمام. طبعا وإحنا بنعمل ده هنستعين بجدول نشاط مصور، إما للطفل نفسه أو حتى صور كرتونية مسلسل عليها خطوات الحمام ورا بعض بالترتيب على باب الحمام، وكمان نسخة تانية داخل الحمام نفسه. وكل مرة بأشرح لابني بمنتهى البساطة وبأقل عدد ممكن من الخطوات والكلمات انا بعمل ايه، او المفترض احنا بنعمل ايه، وطبعا بأشاور لكل صورة من الصور دي. من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة للامهات الحقيقة في الجزئية دي واللي ممكن تساعدنا في تدريبات الحمام، هي ان احنا نتأكد ان الدنيا كويسة في بيتنا. يعني ايه نتأكد ان الدنيا كويسة في بيتنا؟ يعني الحمام نفسه ريحته كويسة مقبولة، الاضاءة بتاعته ما فيهاش افورة، ما فيهاش اضاءات زايدة عن اللزوم اللي ممكن تناسبنا احنا او اطفالنا العاديين، لكن ما تناسبش ابننا التوحدي على الاطلاق، بالذات لو كان الحمام صغير او مزدحم ب يعني الحاجات والمسيرات والمشتتات والحاجات اللي زي كده، لان الحمام نفسه محتاج تركيز زي اي حاجة تانية. مهم جدا ندخل ابننا الحمام بعد كل وجبة بوقت معين ثابت في البداية، ممكن كل نص ساعة مثلا وقبل النوم طبعا، ونحط كرسي صغير تحت رجليه عشان يحس بالأمان. وممكن نكسي القعدة بتاعته، نكسي القعدة اللي هو هيقعد عليها بكسوة يكون فيها نسبة من الوبر، علشان برضه تديله إحساس بالراحة وكأنه لسه لابس حفاضة وكأنه يعني الأمور ما اختلفتش كتير بالنسبة له، بالذات لو كانت فجأة. وارد تبقى الامور صعبه طبعا والطفل يمسك نفسه والموضوع يقلب بامساك، في الحاله دي لازم نستشير طبيب متخصص علشان ممكن يكتب له ملين او يدي له ملين للمعده او حتى حقنه شرجيه لو كان ده مناسب من وجهه نظر الدكتور، طبعا في ضوء تشخيصه لحاله كل طفل واحتياجاته. لو حصل مشكله مهم جدا نساعد ابننا في المرحله دي من خلال ناكل فواكه كتير جدا وخضروات كتير جدا وسوائل كتير جدا،
طبعا، وممكن ندلك بطن ابننا كمان كل فترة بشكل منتظم علشان يخلي عضلات البطن مسترخية، وبالتالي الأمور تمشي معاه يعني بشكل طبيعي. أتمنى يكون الفيديو مناسب ومفيد لبعض الأمهات. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.